أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال 24 ساعة القادمة وأيضا خلال 3 أيام القادمة بحول الله. نبدأ نشرة بالمحاور باستعراض المحاور التي سنستعرضها في هذه النشرة. حالة من عدم استقرار جوي متوقع على الرياض اعتبارا من ساعات مساء يوم الأربعاء. أيضا هناك رياح نشطة وغبار في العديد من المناطق وانخفاض على درجات الحرارة شمالا اعتبارا من مساء يوم غد. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية انتشرت في المنطقة الشمالية من المملكة، عبارة عن امتداد لمنخفض جوي خمسيني، حيث عملت هذا المنخفض على حدوث حالة ضعيفة من عدم استقرار الجوي في تلك المناطق. أيضا انتشرت بعض الغيوم العالية فوق منطقة المدينة المنورة، هي عبارة عن غيوم بدون فعالية. ننتقل الآن إلى صور إلى خرائط توزيع الرياح المتوقعة خلال يوم غد الأربعاء، حيث يتمركز منخفض جوي فوق الأراضي العراقية يعمل على نشاط كبير في سرعة الرياح الغربية في عموم المنطقة الشمالية والشمالية الغربية، تعمل على إثارة الأتربة والغبار وحدوث موجات غبارية خاصة على منطقة شرق المدينة المنور وأيضا شرق منطقة تبوك وأيضا منطقة حائل. بالمقابل تنشط أيضا الرياح الجنوبية هذه المرة ناتجة أيضا عن هذا المنخفض الجوي على المنطقة الشرقية والوسطى ومنطقة حفر الباطن وتشمل العاصمة الرياض، حيث يتوقع أن تكون الأتربة المثارة حاضرة في العاصمة الرياض يوم غد الأربعاء بالتزامن مع حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي. تكون الأتربة والغبار أقوى وأكثر كثافة بمنطقة حفر الباطن، حيث تكون الرياح أشد قوة في تلك المنطقة. ننتقل الآن إلى خرائط الأمطار المتوقعة خلال يوم الأربعاء وتحديدا تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي الضعيفة المتوقع أن تؤثر على عموم المنطقة الوسطى والشرقية تشمل العاصمة الرياض خلال ساعات مساء يوم الأربعاء، حيث تعطل زخات متفرقة وخفيفة من الأمطار في عموم المنطقة الوسطى والشرقية ومنطقة حفر الباطن، سرعان ما يميل الطقس للاستقرار مجددا خلال ساعات يوم الخميس بإذن الله. بالانتقال إلى خرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة اعتبارا من يوم الثلاثاء، حيث تندفع كتلة هوائية باردة نسبيا قادمة من منطقة بلاد الشام اعتبارا من يوم الأربعاء نحو المنطقة الشمالية، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة خلال يوم الثلاثاء، وتعود ولتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها إلى حول معدلاتها على المنطقة الشمالية يوم الأربعاء. بالنسبة ليوم الخميس تتحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا باتجاه عموم المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشرقية، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة في تلك المناطق، يقابلها استمرار لنشاط الرياح الجنوبية الحارة على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأيضا الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية وأيضا من منطقة الإحساء والربع الخالي وأيضا أجزاء من المنطقة الغربية. الانتقال إلى التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، كما ذكرنا هناك حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي متوقع أن تؤثر على العاصمة الرياض يوم الأربعاء بالتزامن مع رياح نشطة وأتربة مثارة، 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، 20 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم الخميس يستقر الطقس، ترتفع درجات الحرارة 34 درجة مئوية كحرارة عظمى، 20 درجة مئوية كحرارة دنيا. الجمعة أيضا طقس مستقر، المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة 35 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما ليلا فستسجل 21 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.